المملكة المغربية بلد الثقافات والعادات العريقة الضاربة في القدم، عادات ومراسم لا زال شعبهم يعضون عليها بالنواجذ. مراسم حفل الزواج واحدة من العادات التي تعتبر إرثا ثمينا لهذا البلد العريق. فرغم انفتاح المغرب على ثقافات شعوب أخرى، إلا أن العائلات المغربية على اختلاف مستوياتها الاجتماعية ظلت متشبتة بتقاليد متوارثة عن الآباء والأجداد، ولم تشهد تغييرات كبيرة رغم عناصر التجديد التي شملت اللباس والحلي. وبدورهم واصل الحرفيون إبداعهم للحفاظ على استمرارية تلك التقاليد والحيلولة دون اندثارها. تأخذ العائلة المغربية كامل وقتها في الإعداد لأعراسهم المميزة، فعرس ليلة تدبيره عام كما يقول المثل المغربي المأثور. يبدأ العرس المغربي بدخول العروس قاعة الحفل محمولة على الأكتاف فوق العمارية، وهي هودج مسقوف بلون الذهب أو الفضة، بينما تصدح الموسيقى بإيقاعات الأغاني الخاصة التي ترحب بدخولها قاعة العرس. يختلف الباحثون في التأصيل للعمارية، فمنهم من يقول أن اليهود جلبوها من الأندلس إلى فاس، والبعض يعتبرها تقليدا أمازيغيا يعود إلى ما قبل دخول الإسلام إلى المغرب. لكن المتفق عليه أن حمل العروس على الأكتاف والطواف بها وسط الضيوف يبقى طقسا فريدا يميز الأعراس في المغرب عن باقي البلدان، مفاده أن منزلة العروس فوق رؤوس الجميع فهي ملكة الحفل بدون منازع. ترتدي العروس المغربية في زفافها أكثر من لباس تقليدي، بتصاميم وألوان جميلة ومرصعة بأحجار وحلي مختلفة. أحيانا تختار العروس ارتداء لباس يمثل المنطقة التي تنحدر منها، كأن ترتدي الزي الفاسي أو الشمالي أو الأمازيغي أو الصحراوي. وخلال كل مرة يدخل فيها العروسان قاعة العرس تتعالى الزغاريد وتحيط بهما النقافة ومساعداتها اللواتي يرتدين بدورهن زيا تقليديا موحد، ويحرصن على إظهار العروس بأبهى حلة. أما العريس الذي يسمى في ليلة عرسه بمولاي السلطان فلا يغير ملابسه سوى مرتين. يرتدي الجلباب التقليدي أو الجبادور، وهو عبارة عن لباس تقليدي من قطعتين أو ثلاث، ثم البذلة الرسمية المعروفة. وفي لحظات أخرى من العرس تدخل العروس على ضيوفها وهي محمولة تارة على العمارية وتارة أخرى على الميدة أو الطيفور، وهي عكس العمارية، هودج غير مسقوف من الأعلى، وقد يحمل العريس أيضا على الميدة إذا رغب بذلك. وخلال ذلك يرقص الرجال الذين يحملونهما على إيقاعات الأغاني الشعبية، رقصات مدروسة وعروض فريدة ينتظرها الحضور بفارغ الصبر، بينما يحيي العروسان ضيوفهما وتنثر عليهم ورودا ترحيبا وتكريما. تسبق حفلة العرس ليلة الحناء وتتميز بطقوس خاصة كنقش يدي وقدمي العروس بالحناء، وترتدي غالبا في تلك الليلة قفطانا أخضر اللون يسمى النطاع، وتكون الحلي ومكان جلوسها أيضا باللون نفسه. معظم الفتيات يفضلن اللون الأخضر في هذه الليلة كونه يرمز إلى السلام، ولأنه لون الحناء التي ترتبط في الموروث الشعبي بالتفاؤل. توضع لوازم الحناء أمام العروس فوق طاولة موشاة بالأخضر، وهي الطريقة التقليدية، في حين يفضل البعض الطريقة العصرية برص تلك اللوازم على طاولة متحركة. وبالإضافة إلى الحناء يوضع الشمع والبيض والورد والسكر والحليب، وذلك لجلب الحظ والسعادة والوفرة لحياة العروسين. تحتفل العروس بليلة الحناء بين أهلها وجيرانها وصديقاتها المقربات، وتعد أكياسا خاصة مملوءة بورق الحناء، حيث يتم توزيعها في نهاية الحفل على صديقات العروس غير المتزوجات. وبعد أن تخضب يد العروس بنقوش خاصة، يفتح المجال لباقي الحاضرات الراغبات في نقش أيديهن كذلك. لا تكتمل ليلة الحناء إلا بمرحلة الدفوع أو الهدية، حيث يقوم المشرفون على العرس بترتيب هدايا العريس في صناديق خاصة تسمى الطيافر، وتكون هذه الهدايا عبارة عن أثواب تقليدية وحلي وعطور ومنامات وأحذية وحقائب يدوية، إضافة إلى كل من الحليب والتمر المحشو باللوز والورد والقرنفل والشوكولاتة والتمر. ويعتبر السكر والحليب عنصرين أساسيين في كل المناسبات المغربية، فبياضهما يشير إلى نقاء الحياة المنتظرة وحلاوتها.
عدد الضيافر التي تحتاجها الأسرة لتقديم الهدايا يختلف حسب إمكانيات العريس، ففي بعض المناطق الصحراوية يقدم أهل العريس هدايا تكفي العروس طيلة سنة كاملة، لذلك تحتاج إلى عدد كبير من الضيافر. يحمل أهل العريس صناديق الهدايا مرفوقين بفرقة موسيقية شعبية، ويتم استعراضها أمام الجيران في محيط منزل العروس وأمام الضيوف داخل قاعة الحفل. ظلت طقوس العرس المغربي على عقود طويلة هي ذاتها لم تتغير، لكن التفاصيل تختلف حسب الإمكانيات المادية للعريسين وكذا المنطقة التي ينحدران منها. وتحظى هذه الطقوس الفريدة والمتميزة إعجاب كل من كتب له زيارة هذا البلد الجميل، حتى أضحى الأجانب أنفسهم ومن مختلف الجنسيات يحلمون بإقامة أعراسهم وفق التقاليد المغربية العريقة.